بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الرابع عشر من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وهناك سورة الرئيس ما لا ينصرف اسم الذي لا ينصرف. وأما التعريف فالمراد به العالمية. عشر كي أفرية طبنا طواني أفرى كتابك الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. ونغب الله وانا عشر كافر يطبنا اسمه ما لا ينصرف بان كجر اسم الذي لا ينصرف حاله، هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر. اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة لعلال تسع. اسم ما لا ينصرف هو اسمي ان اقبل التنوين لبا شقل ما اقبل ما اقبل فاصلقنا ما اقبل علوين سقال درت علوين كالسقال كله كل مي اجمع وزن عادلا انث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. علوين كالسقال كالبا لو قيبيو كوا حل علا كم منعية يا كوا لبا علا كم منعية كوا حل علا كم منعية وحي أهاية صيغة منتهى الجموع واللبا وزن كوي ما تما فاعلة سيدة مساجدة يا مفاعيلة سيدة مصابيحة يا تماثيلة يا محاربة يا ألف وتانيث وإسان الله بقيبها ممدودية مقصورة ممدودة ذي سيدة صحراء أشياء أنبياء علماء يا قوة الله منك يا مقصورة ذي حبلة مرضى ذكرى قصو يا قوة الله بع إلا كو منع يا قوة الله بضع إلا كو منع يا الله بمدح بيلين لبا مدحوين وعلم يا صفة علم كالليحوة الله من عسى صفة دانا صدح أرنتي بان مركو جراكو إلا بضع إلا وكو من عناي. وأما تعريف تعريفك بمعرفة تنتبكو شيئا فالمراد يجدد به تعريف ما تلوغ مرادا العالمية وعلم نمو وتمنع عالمية ويمنعني الصرف صرف تنوين كي منعني واسمي ما لان صرف بكالي الصرف معاني دي سميت كم إذا أي تنوين إلا دهوان صوار الصرف معاني دي سميت كم إذا والتنوين كلمة الصرف. وأما تعريف تعريفك فالمراد يجدد به تعريف لغة مرادة العالمية عالم نمو وتمنع ويهي بعالمية دي الصرف التوينك مع وزن الفعل وزن فعل معي مركز ترى عالم كالكو بلا عالم يا مع بعضه عالم يا وزن فعل كأحمد وي ويزيد بأحمد الباء حرف جر أحمد اسم مجرون بالباء علامة جرها الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العالمية مع وزن الفعل أحمد واسم ما لا ينصرف تويني هوسلك ما أقول ما هاودي إذا لبع العالم إيه وزن فعل ويزيد إيه يزيد يزيد نوالم وما لا ينصرف أو حما لا ينصرف كده عالم إيه وزن فعل ومع العدل عدل تقديري أها على وزن فعل كسع فعل عالم كي وحول من عين عدل كعمر أوي عمر إيه والزفر إمام اللي يجري الزفر رقم بدن بالله جرينا لكن أبو خالد هو عنصر مارك عمر وحدي بعمر أما عن عمر عن حرف الجر عمر اسم مجرون بعنو علامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العالمية مع العدل التقدير وعدل سوء قدره عمر كان عامر بوكي من بين الزفر نزافر والزفر نوى ما لا ينصرف وحما لا ينصرف كان يلا بعلم عالم عدل تقدير ومع تانيث تانيثك بغير الألف بعدها ومع التعنيث تعنيثك بغير الألف أن ألف وذنين تعنيث كان الصدح قيب واكيئها تعنيث كعلم كلمن عيكوه ارتوين بغير الألف صدح نوع من النقونا التعنيث اللفذي ومقعنين أوتاء وتبيض الحتاء واسم على السرف بادي والمانع من السرف العالمية مع التعنيث اللف بضلحتي بحمزتي بأسامة بعنترة بمعاوية يقول الله بك يا تانيث معنوي ومقع الدمار ايضا تأوذني بزينب بسعادة يا تانيث لفظا ومعنى كأوه ومقع الدمار تأنا بفاطمة
بصفية بخديجة وما تع ومع تعنيث تعنيث معي بطلحتك سوق الباء حرف الجر طلحت اسم مجرور بالباء علامة جره الفتح نيا وتنعن الكسر لأنه اسمها لا يصرف والمانع من الصرف العالمية مع التأنيث اللفظي بزينب وحدي العالمية مع التأنيث المعنوي بفاطمة العالمية مع التأنيث اللفظي والمعنوي ومع تركيب المزد بلمنع علم كي تركيب كي مزد يا تركيب مزد وحالا جعلوا اسمين اسما واحدا وحبر يهر الله ما قعها يا هل ما قعلك حضر موت حضر موت وك وحيد نمبا ينتوي مد انت حضر مات اذا عرفت حضر واي من مات وانا مد هذا ما قعدر محان هو حضر موت دفن حضر موت ما قال يا من كنت الله وي هذا ويا جعلوا اسمين اسما واحدا بالله بحضر موت الباء حرف الجر حضر موت اسم مجرور بالباء علامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسمها لا يصرف والمانع من الصرف العالمية مع تركيب المزي ومع الألف ألف كي والنون النون كي أزائدة تاني مع شرد ألف يا نون زيادة ألف يا نون زيادة ومع الألف ألف كي والنون النون كي أزائدة تاني زيادة ذاها وذلك كعثمان وعدنان يا مروان كعثمان الكاف حرف جر عثمان اسم مجرور بالكاف علامة جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسمها لا يصرف والمانع من الصرف العالمية مع زيادة الألف والنون ومع العجمة عجمة مع هذه عجمية كما سيأتي سيد إمام دوتك كإبراهيم وكربي إبراهيم الباء حرف جر إبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسمها لا يصرف والمانع من الصرف العالمية مع العجمة لحدي على هالكان كاتر سيء عالم كلام من عين وزن فعل عالم مع وزن فعل أحمدي يزيدكم مثال عالم مع العدل تقدير عمري يزفركم مثال لبا عالم مع التعنيث بغير الألف بفاطمة بزينب بدلحة صدح عالم مع تركيب المزي ببعلبك بحضر موتى عالم مع زيادة الألف والنون بعثمان عالم مع العجمة كإبراهيم انت ما وضع هيسا اوك صفاتنا صدح بين لمن واما تركيب تركيب في قارب الرامر كي نركز وكيرهم واما تركيب تركيب كيف المراد يجدد به تركيب لوغا مرادا التركيب المزي وتركيب كي ليس كل هاي وهو اسكا بحنا صدح تركيب باجرتا تركيب اضافي اللي يراه كعبد الله وك يا امرء القيس عبد الله عبد مضاف الله مضاف اليه تركيب اضافي بينك تركيب اسنادي له اسنادي لسدي تعبض شر يا شاب قرناها اها تعبض شر هذه لك القادله جاء تعبض شر ما دي جاء وحيم تعبض شر تعبض شر اسلا صوت فاعل ما دي هذه كوني لو لغمين لها روا فعل يا فاعل مفعول بين نقله نم با سيف كشدي كل كش مركاس اركان وحين ان تعبض و كل كش غشدي هو يسوي شر شر نسيفت حال ودي الإصابة ننكي وحال ودي جي تعبض شر مركا وجاء زيد هذا يرون تركيب إسنادي وانا شابا قرناها جيسي هذي وعرباتي لها وين هذي شابا قرناها وصلا صوتا حال عرية واي براق النحر لونتي ساهل الأعلاق براق النحر نمبي مقعوت واي واما تركيب وتركيب marka ka tarkiibka isnaadiga leh lama rabo tarkiibka idaafiga lama rabo tarkiibka la rabo waa mazi wa ma tarkiibu tarkiibka fil muraad bihi jeedada laga leh at tarkiibul mazi wali bana al maqtum lagu khatami bi ghayri wayhin wa hanayn wayhin inay u dambaysaa lama ogala siiba wayhi oo kala lama ogala waa mabni siiba wayhi waa mabni waxay u kala qaadaan waxay dha ها سيب ويه مرة ولا تموينين مرة وبدون تموين سيب ويه هذي الله ربا إمامك مرة كان لتموينين ومعرفة هذا إسكجر جاء وحايم سيب ويه إمامك جاء سيب ويهن بالي نين سيب ويه لدهاي نين سيب ويه لدهاي المختوم اللو ختم بغير ويه وحانهين ويه اللو ختم الله مغلق سيب ويهوك نفض ويه راه ويه كواسا لديده المختوم لو ختم بغير ويه وحانهين
وذلك كبعل بك ويبعل بك ومقال مقال هذا كتل الجردن أردن مركي ولا بعل يبكو أصرم ينك مقال هذا مسؤولك وحضر موت وحضر موت رويدها حضر موت لكن بضم الميم بلو بديها بضم الميم حضر موت نوع عسى كوير معان السحيدة موت ميم سموت كرنك هاي ما هذا أذكركم أية شرح لكن أرجع وصور يا موت مسموه مين كم قرر وحضر موت لكن وحلو بدنا حضر موت كلمة ذا قال بك كين دونا فير وقمن دونا سقى ضبط دونا وحدي دونا بيضم الميمي كبا على وكوي وحضر موت وي ولا يمنع الريب ما يأثر فصرفه وأكر هذا واحد لقاه الله التركيب كان مزية ولا يمنع الريب ما يتركيب كان مزية فاعلك ولا يمنع هو وتركيب كان مزية فاعلك ولا يمنع الريب ما يتركيب كان مزية الصرف صرفه إلا مع العالمية علم عموين علم بلا شقية وما الألف وألفك يا والنون نونك أزائدة تاني زيادة أزائدة تاني خاصة كحرق وحل يريد يدوال اسكو يرقى قار وحيدا ولزيادتهما وحي زيادة كيهن على أصل بنية الكلمة كلمة اسمها هذا كمن معه كلمة اسمها هذا ينكدر قار وحيدا ولكونهما من حروف الزيادة كمن سألتمونها سيدا هذا حروف الزيادة هذا المقر وطبعا وحلوكم من سألتمونها ها ها سألتمونها نن شيخ اني ما ويديان بل حروف الزياده نو شيخ بينا كم حروف الزياده وحكوا سالتمونيها ياكي وحيو قاتن سالتمونيها وادي ويديسه ها سالتمونيها اي ويديسه اي ويديسه قاتو اي وابا يده يده ويه مركا ملحون وحكوا كل من جرى ارق ما حسست الى صد حريب اجر سالتمونيها نهم ارغي ما كوري نهم كما من ماركا المهم سالتموني حروف تاس حروف زياد ارين با لرا ماركا هلكن افان waxay ku dhahay afana marwa malaayan sarfeer hada oo feerse kalimada ma shaaha ku jajab Uthman ibn Affan soma afan mar waxaa lagu dhahay bi afanin munsarif ba laga mar bi afana ما لا يسر صاب مر ألف ينون تزيادة حين مركب بعفانين بالدي أو حكيم عفانا عفانا نونك كلمة ذو كمدي مر ألف ينونك وزيادة عفانا بالدي وبعفانه من العفة من ذو حكيم من العفة عفة ألف ينونك مجلس ما من عفان وكي عفان وواحد صور عفونا إلى حسان بعدي بحسانة يا بحسانين من ذا وحيدة ومن الحسن أنوك واجو من ذا من الحس لقب ما لا سيق شرع مريد غير وقفت المهم ألف كي أنوك وين زيادة هم على الربع على كعكبة وما الألف ألف كي والنون نون كي الزائدة تاني زيادة فيمنع عن ويهرب عيان أصرف أصرف مع العالمية عالم كمعيس وذلك كعمران وي وعثمان وي ومع صفة صفة معيدي هريبا يفيران كسكرانا وي بسكرانا الباو حرف جر سكرانا اسم مجرور بالباو علامة جر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم ما لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مع زيادة الألف والنون كسكرانا كي سرقان سنة ورير سنة وأما العجمة عجم النمدي عجمية نوالة عجمة نوالة فالمراد يجدد بها عجم اللغة مرادة أن تكون الكلمة كلمة إنها تقول من أوضاع العجمية عجمية وحي دجيان باللوغي هنا فرص وكلا دجي أما الروم أما هندي أما إفرنجي أما حبشة أما بربر ها كلمة إنها عجمتها وحلوغة عشان شرح هذا معان بكويا هذا معان كلمة هدي جيم يصاد كل ما عربي ما أصلا سولجان شعبوك قل
أما جيم يقاف باكوكل من كريم من جنق لان عقالات كوا مدفئ أما جيم يقاف باكوكل من سكرجة أنا ويل هذه وحيا لها إيدام كائدان سكرجة دا. أما أستاذ تيرو وات سين يذال هذي كوكل من كلمة عربي صح ما أصلك أستاذ باكمل أستاذ الأستاذ أصلها العربي ما لكن معرب بين نقط معرب وعلى قهلا معرب بين نقطين بري هو العربي ما هو بري أصالت مهندس هذا مهندس بين مهندس مهندس وإنجينير نرجس ما أشر وشرح هذا معك وشيله إبريسم إبريسم ونوع حرير حرير فهير هذا وحوك يرى هل كان في المراد بها أن تكون الكلمة وأشرح هذا المعلم من أوضاع غير العربي عرب وحانهين بعد ذلك بأن تكون هنا من أوضاع العجمية سواء وحايسكم إذا كانت هاتيا من أوضاع الفرس فرس كوائي دجين أو الروم الهيرهم بعد ذلك أو الهندي أو الإفرنجي هي يوروبكي وهروي فرنسيس كان يا بياشر او الحبشة حبشة دجي او البربر لمن كان مازيقيين الجيرية كذا قالوا او غير ذلك وتعرف على قرن عجمة الكلمة كلمة اني عجبتها محل وقر بنقل الائمة علماء دي بسوقوري لها كلمة ائمة دي سيب وهي علماء دي فرنق اللي وقدم ائمة اللغة وحيدة كلمة وعجم وبخروجها وحي كبحضي اوكل عن اوزان الاسماء العربية اسماء العربية اوزان تلوية قال نحو ابريسم ابريسم أضعت لسا همزة كو لبا صدع عفر شان لح سوما فإن مثل هذا الوزن وزن كانوا كلا غير مستعمال لما استعمال في اللسان العربي لغة العربية لغة ما استعمال إريقاس وحرير هذا إبريس وبأن يجتمع فيها إنه كل كلمة من الحروف حروف ما لا يجتمع وحنكو كل من فيه كلام العرب كلامك عرب وحنكو كل كالجيم وصاد جيم يصاد نحو سولة جانوي شامبوك مشي شامبوك أو الجيم والقاف باكو كل من نحو منجنق لان عقالت أو مسي وحيد أو الجيم والقاف باكو كل من نحو سكرجة أو أن تكون إنها تفيد حساء الصين والصين إيو ذال نحو ساذج وحن قيمها لان بي ساذج لها لا قيمة له هو ساذج سبحنا وين لها وحسك الظل حيوان سدحنا وينه فلان كبر ساذج بينه وهو سيء قيمة مره لا قيمة له ساذج هو سيء وأستاذ معلم أستاذ عربي ما هي أصالت أو يكون وحادي في أول بلو يسنون نون بعدها يكذب يسرى نحو نرجس جيد ويميل نبات وحوغا لسكو لغير علام جريوك أو آخر وآخر كيس زائن بقى زائن زائن قبلها وكوريدا نحو مهندس لأن ذلك كاس لا يكون ما هنا في كلمة عربية كلمة عربية وحمى أو بأن يكون إنه هذا عاريا مثل قاون من حروف الذلاق حروف إذلاق فأني وإسكب هيا موكت حروف إذلاق اللي حذاه فر من لب انتوا وهو خماسي سواء عشان حرف أو رباعي وحروف الذلاق ستة لحوي وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء يجمعها وحا كل ما يقولك مر بالنفل سيدو كوكل من شادو سوما فر من لبني فر من لبني مر انت والو كل من واما العجمة عجمدي فالمراد يجدد بها عجمة لوغا مراد ان تكون الكلمة انها من اوضاع العجمية عجمية وحيدة جيئة كإبراهيم وكرا وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء أنبياء ضمك عيضوا ضرنا عجمية عجمي إلا أربعة نافر موين علماء بدينا التضبئ كصورة التضبئ وأركدنا صن شملة بلغو كل مياه محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيو صالح إيو شعيب إيو هود صلى الله عليه صلى الله عليه ما الله نعريز أجمعين دمات خاصك قبهد فإن هذه الأربعة أفرتنا عربية ولهذا صرف وألحق وحالها ليشي بهذا كريم في صرف النوح واللوض والشيط لخفاتها وفددهن حروف تضاير كواس كما سيأتي ويجمعها وحاكو كل ما يقولك هذا الكا سن شملة تضبو ويسكجر سن وصالح يسكجر هذا مدبع الله وجير صلى الله عليه سن صالح نونك نوح شملة شينك والله شعيب يشيث
ميمك محمد صلى الله عليه وسلم لامك اللود هذا هود. ألا إن أسماء النبيين سبعة لها صرف في إعراب من ينشد فرشيد ونوح ثم هود وصالح شعيب واللود والنبي محمد. ألا براروي أن أسماء النبيين النبي أشمع عيضه سبعة تضبوي منصرفك لها وحاوصك نادي الصرف التوين في إعراب من روح إعرابك ينشد بادي قوبها ينشد ينشد ميدين لك هالك نسخة دي نافع عنه ينشد ما لحي يتن يتنشد ميوله ورتي ينشد كي رادين ايو يطلب يتنشد هذه اللي يرادنا كي نشيد كو قاده كو سودين هيو يتنشد هذه فشيث شيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولود والنبي محمد ويشترط وحال شرد هذا اسكافيري هلك فيها عجمية ويشترط وحال شرد فيها عجمة أن يكون الاسم اسم وين هذا علما عالم في العجمية عجمي لماذا وين عالم كوها أندوس عجمية عالم كوهين وركي ولذا سيدا درت الصريفة ولا السرفية ولا التموين لجام حكمه لجام عالم ما أهد لجام حكمية ونحو وحي لمد أه عالم لماذا بألقوه لعدم عالميتي عالم لماذا بألقوه وأن يكون إن هذا زائدا متكبدا على ثلاثة صدى حرف ولذلك سيادرت السريف وإلا التموين نوح نبي نوح واللوط صدى حرف بين نقضي وأما صفة صفة مياء فتمنع ويهري بأصرف الصرف مع ثلاثة أشياء صدى شيء فيري هذا صفتنا صدى بين لمن عسى وزن فعل يزيادة الألف والنون يا عدل حقيق عدل يدواكي حقيقي يا إسكادر هذا وأما صفة صفة فتمنع ويهري بأصرف صرف توين تبيهري بوي اسمه بما لا نصرف كلي مع ثلاثة أشياء صدح شيء العدل مع العدل عدل يمي عيسى كما تقدم السيدي قصور في مثنى وثلاثة والرباع يا وأخرى وأخرى بثلاثة الباء حرف جر ثلاثة اسم مجرور بالباء علامة جر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم ما لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مع العدل الحقيقي بعده ومع الالف الف معي والنون بشرط وحاشرط يا مركي زياده الالف والنون صفه لما نعنس ان تكون صفه صفه ان ياتي على وزن فعلان بفتح الفاء فذكر فعلان ولا يكون اسان مؤنث مؤنث كيس على وزن فعلانه فعلانه ترى انه صحين ها مركو روايني وزن فعلان بفتح الفاء وحال ديدي مضموم الفاء عريان مؤنث كيس عريانة النقل مؤنث كيس وين وصف فعلانة كو إيمان فعلانة نحو سكران بالا ربا فإن مؤنث ومؤنث كيس سكرا وسكرانة بالديد ونحو ندمان يوحي الله مدى ندمان وذاقيد وذاقيد منصرفون توينك وعقبر سواء لأن مؤنث ومؤنث كيسا ندمانة إن كان هذا هذه من المنادمة إلا وذاق عبيدة حلي جاهلك الشراب هذه لغو نهارا محالك وضع حلي جاهلك الشراب هذه لغو نهو خمرة فلان شرب وعبال مثل أما الشراب بابلوي الشراب هو أكبر لك موضع حلي جاهلي وهو شاس هو شاو فإن مؤنثه سكراوي وحوير ومع الألف ألف كبير لمنعي والنون بشرد وحال شرد أن تكون صفة صفة وين أهد على وزن فعلان بفتح الفاء فهذا لقرليك ولا يكون أسان المؤنث على وزن فعلانة نحو سكران فإن مؤنثه مؤنث كيس سكراوي ونحو ندمان يوحي لم إذا منصرف توينك وأقبل لأن مؤنثه مؤنث كيس ندمانة إن كان هدوية من المنادمة وذاقيد هدوك هذه منادمة ها مدي وذاقيد دوي
وكا وحوكو إلى هالكا فير ومع وزن فعل بيلا منعني ماركو أرتا بسكران ألبا وحرف الجنة سكران اسم مجرم بالبا وعلامة تجري الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مع زيادة الألف والنون بعده ومع وزن فعل بيلا منعني بشرد وحال شرد أن تكون إنها على وزن أفعل ولا يكون إنسان مؤنث مؤنث كي سبتاء تعمد وطه نحو أحمراء على روافين فإن مؤنث هنا حمراء أوي ها مركة أحمراء بأحمراء الباء وحرف الجر أحمراء اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأن اسم لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مع وزن الفعل ونحو أرمل يا وحي لم يذا أرمل علماء قارنا قروب كده قارنا أرمل لمانا لعام بده وحان لمانا لحين ونحو أرمل وهي من لا زوج لها بيو كوانا أسمار هاسو حكير رجل أرمل هاسا ألقى فين آذو فين أرمل وهي أرمل أرملة من لا زوج لها ومدانين لها ما شاء الله أركه وقد تطلق إن لغو إدلاق على المحتاجة من إسكبها المسكين كما يفيد قول القاموس رجل أرمل بأجر وامرأة أرمل محتاجة ومسكين انتهى ونحو أرمل يوحي الله مدي ها خير لا أنت أما قروب كعيد منصرف تويك وأقبلس لماذا؟ لأن مؤنثة وحيها أرملة وتأوت تأكيد علي بان الإسكور ويجوز ألكم حكاها الله اسمك ما لا ينصرف محود ديدي جري تنويني ها خسرك سوما وح ما لا ينصرف لماذا كبحي مجرى ومنصرف كعلي ها علي إضافة لبضع والسكو وافق علي إضافة فإن يضاف ويأتي بعد الصرف وأنتم عاكفون في المساجد في أحسن تقويم لبك لو حلية حلية أبو شيك لبضع النواد قرأت labada isoo wuxuu ku leeyahay xaq aad dhigo waad iska garanaysaa labada wuxuu ku yiri way juuz waxa bana sarfu gheer al munsarif munsarif ka gheerki ki sarfu ma ay gheerki muxuu noqon ma laa sarfi way juuz waxa bana sarfu gheer al munsarif ma laa sarfki illa sarfi oo munsarif laga dhig le tanaasubi habona jadarte حبوناش كقراءة النافع النافع قريدي سوى فأما الكريم السر فأما الكريم السر فأما الكريم السر نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا سمع فأما الكريم السر في الطيب النافع جزاك الله خير فأما الكريم السر في الطيب النافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا قصة إلى هاي بوالك ديجري وافق نافع حارون تيسا مدينة هيدو فأما الكريم السر سرتي سكي أدقونيت في الطيب عترك يأدقونك النافع وها فذاك كاسي الذي كوي اختار دورته المدينة منزلة وافي وحود جرش عبد الفتاح عبد الغني القاضي مركو شرح بيته سيدنا وكرا حلقة مركو أصوى فريسا النافع يفوح من فيه أفكي سوحا كسو ككمي جرى عتر من روح عطر أفكيس كل شيء بعدين هذا بري دمبي ويدين أرداد يقارن وحيد أشياخه مرقى جلسة ما تم مجلس أفكا أو عاكس وكا كما يقول عطر بكو رب موسى جعل سنة وكجا وحيون هدادي ويديسين هبين هبين نذا كم إذا وحان أركوي خيو والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيه نبي محمد أفكا قرآن يقرأ معي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فمن ذلك الوقت من ذلك الحين وقتي على قصب أفقه يدقون فرما قصب حي مركة كقراءة النافع النافع قريدي سوء أغري سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنك سلاسلا مرقنا صمة وما لا يسترف ما ما لا يسترف كان لك سلاسلا ها ها هاي محمد على انصرف كدي هاي حلو سلاسل محمد على انصرف كدي
هيا هيا أقوصة صار هيا حرمات هيا ها سلاسل مركب معنا ينصرف كتا ما معنا ينصرف كتا يا ساش اوكي والوريد هيا توين ما حد كون ما كان مركو منصرف يقال لا ما حد روايه حفص سلاسل ومعنى ينصرف ما معنى ينصرف كدي والمانع من الصرف وهو عن سو قادنا يونه ور هيا وريا اسكو دي يا هاي معلم حتى الأرض. ده صفة وكل يوم حمام من عساه صفة ها. هذا عالم يوم حاتري. هذا إيه. صفة محل جرة. هذا صفة عدل هاي. هاي. ما على لا يفتح حد كود الله ما مغلط أس هاي وبحث وقلنا دواسة سنة سلاسل وسيقة مترجم مين ومفاعلة وبهل علا سلا فير سلا مفا سلا علا مفاعلة ومساجد لا إله إلا الله ورياض ورواسة وهذا كوس واحدة آه وصيغة مترجمة يدو سال لغو اوغا مركي لغات لغو كو يرفير مركي لغات لغو لتنويني محلو تنويني على غده لمراسوة اللي كلمه محاكا دمبي ستنوين سن سلاسل محاكا دمبي واغلالا وصعير مركا لمساحبة للمنصرف الذي هو اغلالا وصعيرا شرح فيرها كغراءة النافع باوحو اغري سلاسلا بالتنوين لمصاحبته وحل صاحبه للمصرف الذي كاسه هو أغلالا وصغيرا يو قوارير 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 بتنوينهما لبضا هو تنوين و قوارير إذن هو مفاعيل فير قوارير مفاعيل كغراءة نافع نافع قردي سلاسلا وأغري وقواريرا قواريرا واغري توين باغري سو لبض وللضروره ضروره شعرنا ما لا ينصرف كمصرف باللغه دي و هو كان بيت كان ويوم دخل وانك شاعر كاي افكح ما امر القيس ويوم دخلت الخدره خدره عنيزه فقال لك الويلات انك مرجل ويوم انك شاكبي واذكر يوم مال الحص دخلت عن قريبي الخدرة الحركي هوانكم ميلا اسكو استرجرا خدرة عنيزة هوانا يدي عنيزة اهي الحركي استركي فقال وحيتي لك وحاكوسو لك وحاكوسو ناتيت الويلات هوغي انك اذو مرجلي مدي لغيسين باتاي ورد بعض ايه كان تيتر رب بعض ايه كان مركا خدرة عنيزة وي محال الربيع عنيزة تا عنيزة معامل انسرف كده عنيزة تا والمانع من الصرف عالميه يا عالميه مع تانيث وتانيث هي لفظا ومعنى ناي وفاطمه ولضروره ضروره شعرك وباب النكره والمعرفه والله سبحانه وتعالى اعلم.